لما وصل رسول الله واحد المنطقة حدا جبل أحد غادي يوزع الجيش وغادي يجهدو 50 من الرومات اللي غادي يحطهم على جبل عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم عندكم تغادروا بلاصتكم واخا يوقع اللي وقع، لدرجة أنكم تشوفوا الطير كيهزنا ما تخليوش بلاصتكم حتى نعطيكم الإذن، حيت هذا الجبل غادي يحمي الظهور ديال المسلمين. اللهم صل على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بينا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما يا مولانا يا كريم. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم في حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانية. خلينا ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. غادي يجلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب حدا الكعبة كيتذاكروا شنو وقع في المعركة، فإذا بعمر اللي كان عنده ولد أسير عند رسول الله غيقول صفوان لو كان ما عنديش دين ولا ولادي اللي ما خايفش عليهم لمشيت عند محمد وقتلته. قال لي صفوان أما دينك أنا نقضيه لك، أما ولادك راه مع ولادي نواسيهم. غادي يمشي عمير للدار وغادي يهز السيف ديالو ومشارك بالمدينة لعند رسول الله. لما وصل المدينة دخل المسجد غادي يشوف عمر بن الخطاب وقال هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا ناوي على الشر، غادي يشدو وغادي يدخلو على رسول الله. وقال رسول الله راه عدو الله جاء وجاب معاه سيفه، غادي يقول الحبيب عمر دخلوا عندي. وهنا غادي يوصل شي أنصار باش أنهم يحرسوا رسول الله ويحميوه من هذا الكافر. غيدخل عمر وهو شاد عمير وحط ليه السيف على عنقه، قال لي رسول الله خليه يا عمر. غادي يدخل عمير وقال النعيم صباحا، قال لي رسول الله علمنا مولانا تحية خير من هذا السلام وهي تحية أهل الجنة. سولوا رسول الله اش كدير بالسيف ديالك يا عمير، قال لي وما تغني عنا سيوفنا وما صنعت لنا في بدر يا محمد. سولوا رسول الله شنو جابك يا عمير، قال لي جيت من أجل ولدي أن تحسن إليه وتجمل فيه. قال لي رسول الله أو ذاك زعما غير هادشي، قال لي نعم. قال لي رسول الله لا، بل جلست أنت وصفوان عند الكعبة كتتذاكروا على القتلة ديالكم في بدر والقليب، وقلتي لولا دين عليا وولادي لمشيت عند محمد وقتلته، غادي تحمل عليك هاد الأمور صفوان. لما سمع هاد الكلام عمير قال أشهد أنك رسول الله، والله العظيم حتى شي حد ما عرف هادشي من غيري أنا وصفوان، وكنا تنكذبوك بخبر السماء، أما دابا ما غادي نكذبوك بتا شي حاجة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وغادي أمر النبي صحابه باش أنهم يعلموا الدين. جاي يقتل رسول الله وهو يسلم، رجع لمكة تدعيهم لمولانا. بانوا قينقاع أخبث يهود كانوا كيجوروا رسول الله، لما شافوا شنو وقع في بدر وما تقبلوش أنه مولانا غادي ينصر النبي ديالو غادي يزيدوا غيظا وحقدا على رسول الله. عندهم واحد الرجل اللي سميتو شاس ابن قيس، واحد الرجل اللي كان كبير ولكن خبيث وحاقد على رسول الله وتاع لصحابه. هذا الرجل غادي يصيفط واحد الشاب يجلس ما بين الأنصار وصى باش أنه يذكرهم بالحروب ديالهم القديمة، وبواحد اليوم اللي سميتو بعاث، وهذه هي طبيعة اليهود أنهم كيفتنوا ما بين المؤمنين، والقاعدة ديالهم المشهورة أنه فرق تسود. هاد الشاب غادي يدخل ما بين الأنصار بين الأوس والخزرج وغادي يجلس ما بيناتهم، وغادي يقول واحد الشعر على أيام الحروب ديالهم وغادي يذكرهم بها. غادي يتكلموا الأوس والخزرج وجاوبوا بعضهم وغادي ينوض الصداع. غادي يقول واحد الآخر إذا بغيتوا نرجعوا للجدعة غادي توعدوا في واحد المنطقة بالسلاح، أيه الأوس والخزرج بسبب قينقاع. رسول الله غادي يسمع هاد الخبر أنهم باغي للقتال، غادي يدخل ما بيناتهم وقال لهم يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا ما بينكم، تمن بعد من نعم عليكم مولانا بالإسلام وألف بقلوبكم. بنو قينقاع أصحاب الخبث وكانوا تزرعوا ما بين المسلمين السم، وخصوصا فشافوا النصر نتاع مولانا في بدر، قالوا يا محمد لا يغرنك باللي أنك قتلت أغران، فمرة ما تعرفوش القتال، لئن قاتلتنا لتعرفن أن نحن الناس. كان تهددوه بالقتال. قال لهم رسول الله أسلموا قبل ما يوقع لكم كيف وقع اليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قل يا محمد لهؤلاء اليهود وأمثالهم من المشركين اللي كيتعنوا بالقوة ديالهم وكيختاروا بالأموال ديالهم والأولاد ديالهم والعصبية ديالهم، قل لهم ستغلبون وتهزمون في الدنيا على أيدي المؤمنين وغادي تحشروا يوم القيامة، ثم تساقون إلى نار جهنم اللي غتلقوا فيها مصيركم اللي غيكون مؤلم، وبئس المهاد بمعنى بئس المكان اللي هيئول الأنفس
أنفسهم في الآخرة بسبب سوء فعلهم. بنو قينقاع كانوا يخدموا في الأسواق وعندهم واحد السوق اللي مشهور كانوا كيبيعوا فيه الذهب وتسمعوا فيه السلاح ومعاهم 700 مقاتل. واحد النهار جات واحد المرأة بغات تشري من عند واحد السياق وطلب منها أنها تكشف الوجه ديالها، ما بغاتش، حاولوا معاها ولكن رفضت ببساطة لأنها كانت امرأة عفيفة، غيجي واحد الراجل من موراها وربط لها حوايجها، فاش ناضت غادي تكشف لها سوءتها. بداو كيضحكوا عليها ويتحرشوا بها. غادي ينوض واحد الرجل من المسلمين اللي شداته الخير على هاد المراه وغادي يضرب الصائغ وقتلو. اليهود ناضوا داروا الروينه على هاد خاينه وقتلوه لانه حمى هاد المراه ببساطه. رسول الله ساق الخبر وعيط على صحابه باللي ما تبقى بينهم وبين قينقاع حتى شي حاجه ولا حتى شي عاد، حيتاش هما قوم خبيث. غيمشي ابو لبابه وحمزه لعندهم وسولهم اين مقاتلكم، خافوا تخباو وحصرهم رسول الله 15 ليله. من بعد غادي يسلموا الحبيب، ما قدروش يقاتلو، كتفهم رسول الله وبفاش بغى ينزل فيهم الحكم غادي يتدخل عبد الله بن ابي، قال لي بغيتي تقتل موالي 400 رجل مسلح و300 ذراع، بغيتو تقتلوهم في عدات واحده، خليهم ليا يا رسول الله. ما بقاش رسول الله وعبد الله بن ابو ابي سلم وغادي يقبل الشفاعه ديالو وعفى عليهم وامرهم بانهم يخرجوا من المدينه. اما كعب بن اشرف اللي كان رجل من اخبث اليهود كان كيكتب الشعر وتعرف ليه وكيسب المسلمين فيه وتحرض الناس عليهم. لما سمع بانتصار المسلمين في بدر غادي يزيد يحقد عليهم وقال على قريش باللي انهم هم ملوك العرب وساداتها، فلئن وقع ما وقع لبطن الارض خير من ظهرها، ومشى لمكه باش يذكرهم بالقتل ديالهم ويحرضهم على الانتقام من المسلمين. حتى النساء ديال المسلمين ما غاديش يسلموا لا منه ولا حتى من الشعر ديالو. واحد النهار رسول الله قال ما بين صحابه، من لكعب بن الاشرف؟ قال محمد بن مسلمة، انا له يا رسول الله، واش تأذن لي ان يقتلو؟ قال لي نعم. قال لي وان اقول شيئا نتكلم فيه؟ قال لي نعم. فاذا بمحمد بن سلمة غادي ينوض وناضوا معاه فرسان من المسلمين بغاو يمشيو يقتلوا كعب بن الاشرف. ابن مسلمة كان ذكي، مشى لعند ابن الاشرف وقال لي يا كعب ان صاحبنا قد اثقل علينا بالصدقات، زعما على رسول الله بالعاني بين ليه بلي انه ثقالوا عليه الشرائع ديال الاسلام وهذه كانت غير خطه او خدعه من الخدع. قال لي شنو بان ليك انك تسلفنا وسقا او لا وسقين؟ قال لي كعب بن الاشرف وترهنوا لي نسائكم؟ قال لي اه وانت اجمل العرب. قال لي رهنوا لي اولادكم؟ قال لي كيفاش نرهنوا ليك اولادنا فيقال يوما ويعيرون قد رهنوا بوسق او وسقين؟ قال لي واشنو ترهنوا لي؟ قال لي غادي نرهنوا ليك السلاح ديالنا. غادي قبل وجاء ابو نائله اللي قال ليه كلام قريب من داكشي اللي قال ليه محمد بن مسلمة، وهذا اليهودي كان واثق بابو نائله وبابن مسلمة حتى جات وقت السفر في واحد الليله. رسول الله غادي يودعهم وقال لهم انطلقوا بسم الله واستعينوا بالله، حيت هنا غادي عند رجل اللي كان محصن بسيد من سادات اليهود اللي متدرع بالحراس وبالاسلحه. رسول الله غادي يوز الليل كله تيصلي وكيدعي لهم. وصلت هذه المجموعه لحصن كعب بن الاشرف وغوت ابو نائله. يا كعب بن الاشرف؟ قال من؟ قال انا ابو نائله. قالت ليه مرته ويحك ماذا تريد ان تفعل؟ قال لها بغيت نمشي لعنده. قالت لي راني تنسمع صوتا يقطر منه الدم. قال لها لا عليك راه هو صاحبي ابو نائله ومعاه صاحبي محمد بن مسلمة هو تيق فيهم. غادي يهبط لكن قبل قال لهم ابو نائله ما تقربوش منه حتى نتمكن من راسه. غادي يمشي معاهم في ديك الليله كانت مظلمه وبعدوا على الحصن ديالهم ودخلوا لواحد الطريق اللي كانت خاويه. قال ابو نائله لكعب بن الاشرف شحال زوينه الريحه ديالك. قال ليه راه عطر من اعطر العطر. قال لي واش تأذن ليا نشمو؟ قال ليه ايه. غادي يدخل يديه في راسو وشمها. قال ليه زعما زوينه هاد الريحه. مشى واحد شويه قال لي عاوتاني واخا عاوتاني نشمو؟ قال ليه اه. عاود استأذن منه المره الثالثه حتى درسو مزيان وشد ليه راسو وغوت وتحاموا عليه وقطعوا عليه، قطعوا الراس نتاع اليهودي. غوت غوته وحده اللي قيل فيها بلي انه سمعته كاع الحصون ديال اليهود وشعلوا العافيه، داو تيجريو لعند رسول الله اللي كان كيتسناهم وهما تيكبروا. رسول الله كبر معاهم وقال الله اكبر افلحت الوجوه. قالوا ليه ووجهك يا رسول الله. هنا غادي تسمع اليهود بالخبر وعرفت باللي انه اي واحد اذا اذى الله ورسوله هذا هو المصير ديالو. قريش كانت كتالم من القتله ديالها في بدر لدرجه انها منعت راسها من البكا باش يتزاد الالم ديالها وتشعر بالانتقام والحقد. عكرمه بن ابي جهل وصفوان ابن اميه تقتل باه وخوه وسفيان ابو حرب وبزاف ديال المشكركين اللي كانوا تيحرضوا الناس على الانتقام. غادي يتجمعوا في مكه تقريبا 3000 مقاتل كلهم بغاو يقاتلوا رسول الله وصحابه حيتاش حقدوا عليهم وبغاو ينتقموا. جابوا 3000 بعير محمله باش تمشي معاهم و100 فارس و700 درع، كاع هاد الجيش تيوجد باش انه يقاتل رسول الله. ولكن القائد ديالو ابي سفيان ابن حرب كان تيقود الفرسان خالد بن الوليد اللي معاه عكرمه
وأبي جهل. عم رسول الله العباس غادي يصيفط الخبار للحبيب باش يحذروا، غادي يجمع رسول الله بعد الصحابة وغادي يخبرهم بهذا الأمر. وجات واحد الفرقة اللي كتحمي رسول الله كل ليلة، غادي يخرجوا دوريات كيستكشفوا الطريق وكتجيب خبار نتاع قريش. الناس مستعدين وما كيباتوا إلا وفي يديهم سلاح كيتسناو الخبار. وجيش مكة غادي يتقرب من المدينة حتى وصلوا للأبواء، البلاصة إذا كنتوا باقين مازال عاقلين فيها ماتت فيها أم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما سقط الخبار هند بنت عتبة ومرت أبي سفيان بغت تنبش قبر رسول الله ومنعوها سادات قريش باش ما تخرجش كعادة عند العرب. المهم غادي يقترب الجيش ديال مكة حتى وصل قريب من جيش أحد وغادي يدير المعسكر ديالو تما. رسول الله وصلوا الخبار وجمع مجلس استشاري في صحابه كيسولهم شنو يدير. قال لهم راني شفت واحد الرؤيا، شفت بقرا يذبح وثلمة في سيفي واني كندخل يدي في واحد الدرع لي حصينه. قالوا له شنو تفسيرك يا رسول الله؟ قال لهم البقر اللي كيتذبح نفر من اصحابي يذبحون، واما الثلمة في سيفي انه واحد من اصحابي من اهل بيتي غادي يتصاب. قالوا له والدرع الحصينه؟ قال لهم هي المدينه، غادي يطلب منهم باش انهم ما يخرجوش منها، ما يخرجوش من المدينه ويبقوا فيها ويحميوا نفوسهم ويقاتلوا اعدائهم. نادوا دوك اللي ما كانوش في حرب بدر وقالوا لرسول الله كنا كنتمنوا شي معركة بحال هذه، أفنا تخلفوا عنها الآن؟ بغينا نخرجوا لهم. جاء أسد الله حمزة وقال يا رسول الله نخرجوا لهم ونجلدوهم بسيوفنا ونقتلوهم. بزاف اللي كيتسنى بغاو يخرجوا للمشركين. تنازل رسول الله على الرأي ديالهم وصلى بهم وشجعهم. فاش خرج جاوا الأنصار كيعتذروا منه بلي أنهم اقتنعوا بالرأي ديالو وبلي أنهم غيجلسوا في المدينة. سيدنا محمد في هذه اللحظة غادي يقسم الجيش لثلاثة، المهاجرون عند مصعب والأوس عند أسيد بن حبير والخزرج عند ابن المنذر، وغادي ينطلقوا في سبيل الله. كانوا ألف مقاتل مسلحين مذرعين. جاو شباب صغار بغاو باش أن رسول الله يدخلهم في المعركة وما قبلش لأنهم باقيين صغار، إلا أنه واحد زوج صحاب جاو عند رسول الله وطلبوا منه باش أنهم يمشيوا للجهاد معاه وما عطاهمش رسول الله الإذن في هذا الأمر. واحد من دوك الزوج سميتو رافع، قال ليه راني نقدر نصيفط بالسهم ديالي ونجيبو في الهدف. غيختاروا رسول الله والقابل لأنه ماهر وكيستحق باش أنه يدخل. صاحبه اللي سميتو سمرة قال ليه وأنا يا رسول الله أنا راه أسرع منه. رسول الله غيختبرهم بزوج وبان ليه بلي أنه سمرة قوي في الجسم ديالو قاسح ومستعد حتى هو للقتال. غادي يدخلهم بزوج وكانوا من اصغر المجاهدين في سبيل الله. غادي ينطلق الجيش وهنا غادي في الطريق بانت لهم كتيبه مسلحه بغات تنضم للجيش المسلمين وسول رسول الله شكون هادو. قالوا ليه من اليهود من حلفاء الخزرج بغاو يقاتلوا مع اليهود. قال نبيل الصحابة واش سلموا؟ قالوا ليه لا. قال لي فإن الله غني عنهم، حنا ما كنستعنوش بالمشركين حتى يسلموا. غادي يعتذروا منهم الصحابة ورسول الله بغى تلة مؤمنة اللي هي خالصة وتقاتل معاه. غادي ينطلق الجيش وغادي يقتربوا من جيش أهل مكة. وهنا في الطريق بدا عبد الله بن أبي اللي هو الرأس نتاع النفاق بدا كيجبد الشك ما بين الصفوف وكيهبط في المعنويات وكيقنع الصحابة باللي أنهم ينسحبوا. قال رسول الله أنا غادي نرجع ومعايا اللي غيرجع. غيرجعوا 300 مقاتل من 1000، يعني غادي يبقاو غير 700 مقاتل. طائفه من الاوس والخزرج لما شافت هذا الشيء كادت حتى هي انها تنسحب مع المنافقين لو كان ما ثبتهمش مولانا. الجيش غيبقى فيه 700 مقاتل اللي كانوا مسلمين مخلصين حيت المنافقين راه خرجوا. القضيه صعيبه لكن ما غاديش يستسلموا. لما وصل رسول الله واحد المنطقه حدا جبل احد غادي يوزع الجيش وغادي يجهدوا 50 من الرومات اللي غادي يحطهم على جبل عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم عندكم تغادروا بلاصتكم وخا يوقع اللي وقع لدرجه انكم تشوفوا الطير كيهزنا ما تخليوش بلاصتكم حتى نعطيكم الاذن حيت هذا الجبل غادي يحمي الظهور ديال المسلمين. غادي يقسم الجيش الميمنه عليهم المنذر والميسره عليهم الزبير واشجع الناس غادي يحطهم في المقدمه باش يحميوا المسلمين اللي كان واحد منهم بألف رجل. صحيح أنه مرة أخرى في هذه المعركة كان سلاح قليل والمقاتلين قلال ولكن الإيمان كان كبير في قلوبهم. قبل ما غادي تبدأ المعركة غادي يشجع رسول الله الصحابة وغادي يخرج واحد السيف ماضي وقال لهم شكون ياخذ هذا السيف؟ قالوا لي الصحابة حنا. قال لهم شكون ياخذ هذا السيف بحقه؟ تراجع القوم وما بقى إلا الأبطال ديالهم اللي هو علي عمر الزبير. عاود قال رسول الله شكون ياخذ هذا السيف بحقه؟ أبو دجالة قال وما حقه يا رسول الله؟ قال ليه أنك تضرب به وجه العدو. قال لي أبو دجالة أنا ناخذه. أعطاه ليه وربط على رأس واحد العصبة اللي كانت حمراء فبدأ كيمشي متبختر ما بين الصفوف فرحان به بهاد السيف اللي عطاه رسول الله. قال رسول الله هاد المشية يبغضها مولانا إلا في مثل هاد الموضع.
اما في الجهه الاخرى كان ابو سفيان اللي كان كيجهز الجيش وهو اللي كان قائد، غادي يحط على الميمنه خالد بن الوليد وعلى الميسره عكرمه بن ابي جهل وعلى المشاة صفوان. وفراسكم باللي هاد الربعه كلهم سلموا من بعد. المهم ما غاديش نحرق لكم المراحل، ابو سفيان غادي يخطف صفوف المسلمين وقال ايها الناس خليو بينا وبين عمنا، ما بغيناكمش، بغى يفرق الصف وهو يجاوبوا الانصار غادي يسكتوه. ابو عامر الخبيث كان من الاوس التحق بالمشركين، مشى عند القوم ديالو قال يا معشر الاوس انا ابو عامر. قالوا ليه لا انعم الله بك، قبح الله من عيني يا فاسق. قال قد اصاب قومي من بعدي سر وغادي يلتحق بالمشركين. وهي اقتربت المعركه وغادي تبدا دابا، والفريقين بغاو ينتصروا بجوج ولكن مولانا اكيد مع المؤمنين. وهذه كانت هي حلقتنا اليوم، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. سؤال حلقتنا هو شكون هو هذا المشرك اللي كان ناوي يقتل رسول الله ولكن اسلم؟ دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا غدا في نفس الموعد. سلام سلام.